قائمة على التنوع والعيش المشترك بين الطوائف. سليمان التقى في بعبدة قائد الجيش وعرض للتطورات المتعلقة بتأليف الحكومة مع وفد من حزب الله ومع الوزير جبران باسيل الذي قال للLBC إن قطار التأليف متوقف. أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وجوب الحفاظ على التجربة اللبنانية القائمة على التنوع والعيش المشترك بين الطوائف، مكررا الإشارة إلى أن الدستور اللبناني هو الدستور الوحيد في العالم الذي يكرس هذه التجربة من خلال أعطائه الطوائف دورا في الحياة السياسية. وآخر المعلومات المتعلقة بشبكة تلة الباروك اطلع عليها الرئيس سليمان من وزير الاتصالات جبران باسيل الذي أوضح في اتصال مع الLBC أن البحث تناول التأليف الحكومي والإفطار الرئاسي ومحطة الباروك التي رأى أنها تحتاج إلى تحرك جدي وفعال من القضاء وعدم تغطية من وزير العدل على التأخير الحاصل. وأشار باسيل إلى أن السبب في عدم مشاركة العماد عون في إفطار بعبدة هو لوجستي ولا مشكلة سياسية تمنع المشاركة، وسيظهر فشل المحاولة الإعلامية بزرع الشقاق بين رئيس الجمهورية والجنرال عون الحريص على كل ما يعزز موقع رئاسة الجمهورية. الوزير باسيل قال للLBC إن القطار الحكومي متوقف ولا جديد في الاتصالات مع الرئيس المكلف بانتظار مبادرة أو تحرك من قبله، معتبرا أن ملف تشكيل الحكومة هو بيد الرئيس المكلف وحده وليس حتى بيد رئيس الجمهورية الذي يعود إليه مباركة أو عدم مباركة التشكيلة الحكومية عندما تعرض عليه. وانتقد باسيل حركة البعض الذين يطلعون وينزلون من دون تقديم أي جديد، واصفا هذه الحركة بأنها بلا بركة. والاتصالات الجارية بهدف تأليف الحكومة الجديدة عرضها رئيس الجمهورية مع النائبين محمد رعد وحسين الموسوي، وتسلم من النائب نديم الجميل دعوة إلى حضور القداس السنوي في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل في 14 من أيلول المقبل. واطلع رئيس الجمهورية من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الوضع الأمني في البلاد وعلى شؤون المؤسسة العسكرية واحتياجاتها. ومن زوار بعبدة وفد من المشاركين في المؤتمر البلدي اللبناني الدولي الثامن الذي ينظمه المركز الدولي للصحافة والإعلام. رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع دعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف إلى استعمال صلاحياتهما لتأليف حكومة تضم أكبر تشكيلة من الكتل النيابية، كما دافع عن البطريرك صفير قائلا مجد لبنان أعطي له. بالرغم من تفضيل عدم الرد على السجلات الدائرة مؤخرا وخصوصا إعلاميا حول تشكيل الحكومة، أكد رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على استمرار ثورة الأرز، كما أكد التمسك بلبنان قائم على دستور توافقي، معتبرا أن لا لبنان من دون دولة أو دستور، هذا الدستور الذي يحاول البعض تخطي. إن أي محاولة لتخطي الدستور ومحاولة طرح بناء المؤسسات الدستورية على أسس عددية، كلما طرحنا ضرورة تسيير مؤسسات الدولة بشكل منتظم، إن أي محاولة من هذا النوع لهي ضرب مباشر لروحي وحرف الدستور، لا مصلحة لأحد. محاولة ضرب الدستور لأن ذلك يعني سقوط الهيكل، وإذا سقط الهيكل سقط على رؤوس الجميع. الدكتور جعجع الذي كان يتحدث خلال حفل تخريج طلاب القوات اللبنانية للعام 2008-2009 أشار أيضا أنه لا دولة من دون مؤسسات، مؤكدا على استمرار دعم جهود الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة. في هذه المناسبة أوجه لهما نداء خاصا، خصوصا بعد نيف وشهرين طويلين من طول الصبر والأناد لاستعمال صلاحياتهما الدستورية وتأليف حكومة تضم أكبر تشكيلة ممكنة من الكتل النيابية من دون نية لإقصاء أي منها، ولكن أيضا من دون ترك البلاد فريسة مصلحة من هنا أو نزوة من هناك. الكلمة الأخيرة التي وجهها رئيس الهيئة التنفيذية إلى القوات اللبنانية من دون تسميتهم كانت لمنتقدي البطريرك الماروني، حيث أكد أن مجد لبنان حقا أعطي له. بلى وألف بلى، مجد لبنان أعطي له، وفي كافة الأحوال واستطرادا كليا، لو لم يعط مجد لبنان لكان لبنان اليوم مقاطعة صغيرة في دولة أخرى
بلا مجد ولا حرية ولا دولة ولا شعب ولا مقاومة ولا من يحزنون. رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة اعتبر أن من شأن تأخير تشكيل الحكومة عن طريق ما أسماه المطالب التعجيزية تعطيل حكومة كل لبنان. أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة خلال مأدبة إفطار بصيدا إلى أن لبنان والمنطقة يمران بمرحلة بالغة الأهمية والحساسية فئان معا، مما يتطلب تضافر الجهود لعدم السماح بأن تنزلق بنا القدم مجددا إلى أتون الأزمات والمواجهات الداخلية. فإننا نرى في استمرار المساعي التي يقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة أملا كبيرا يستحق الوعي والدعم بكل الوسائل، لا أن توضع في طريقها العقبات، لأن تأخير تشكيل الحكومة عن طريق المطالب التعجيزية من شأنه تعطيل حكومة كل لبنان وتعطيل القدرة على مواجهة المشكلات في الظروف الإقليمية والدولية المعقدة. أضاف السنيورة أمامنا اليوم فرصة جديدة لتفعيل عمل المؤسسات وفرصة لاختبار قدرتنا على إدارة شأننا العام من دون تدخلات معرقلة أو معطلة. النائبان السابقان منصور غانم البون وفريد هيكل خازن استنكرا من الديمان التطاول على مقام البطريركية المارونية وبحثا مع البطريرك الصغير في الأزمة الحكومية. لفت البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير إلى أن الأيام التي يعيشها اللبنانيون صعبة جدا، ويجب الاتكال على الله ليعطينا القدرة والقوة على تذليل كل الصعوبات التي نواجهها. كلام البطريرك أتى خلال استقباله وفد عائلة أصدقاء القربان. البطريرك الصفير استقبل النائب السابق منصور غانم البون الذي رد بعد اللقاء على ما صدر من ردود ومواقف من البطريركية المارونية آخرها للعلامة محمد حسين فضل الله. وقد سمعنا بالأمس كلاما ينزع عن البطريركية المارونية لقبا أجمعت عليه طوائف لبنان في زمن التأسيس، إن من أعطي مجد لبنان لا منة ولا هبة من أحد، بل بعد تضحيات كبيرة لقيام لبنان الدولة والكيان. أما الكلام الذي قيل عن الديمقراطية العددية فإننا نفهم منطلقه ومصدره، إن المسيحيين الذين ارتضوا الشراكة الوطنية لا يخيفهم مثل هذا الكلام، فالشراكة ليست عددية وهم متمسكون بشراكتهم كاملة مهما تناقص عددهم، فلا تخيف المسيحيين بمبدأ العددية صباح كل يوم. ونقول لمستخدمي هذا الكلام إنكم قادرون فقط بأعدادكم تغليب فريق المسيحي على آخر، ولكن ليس أبعد من ذلك. النائب السابق فريد هيكل الخازن رفض بدوره التطاول على مقام البطريركية المارونية وقال من الديمان إن عبارة مجد لبنان أعطي له مقدسة. مجد لبنان أعطي له، هذا شعار ورمز البطريركية المارونية من قبل القرن 18، كلام مقدس أخذته البطريركية المارونية منذ مئات السنين رمز وشعار إلها. فلذلك تناول هذا الموضوع بهذا الشكل لا يطال الموقف السياسي للبطركية المارونية، وإنما يطال تاريخ وأصول البطركية المارونية، وبالتالي يطال تاريخ وأصول وجذور الطائفة المارونية بمتى. الوزير توني كرم ندد بدوره بالحملة التي يتعرض لها البطريرك الماروني واعتبر أن زيارته إلى الجبل أشعلت ثورة الأرز. انتقد وزير البيئة توني كرم الحملات المنظمة والمتكررة التي تطال البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس الصفير، ودعا كرم خلال لقاء في بلدة كفرحيم نظمته مؤسسة البيت اللبناني، دعا إلى احترام المقامات والتزام حدود القيم واللياقات. وإن كان من المستهجن فليس من المستغرب أن يتعرض غبطة البطريرك للحملات التي نشهدها عند المفاصل المهمة في محاولات غير مجدية لإرجاع عقارب الزمن إلى الوراء. لهؤلاء المتحاملين نقول احترموا المقامات والتزموا حدود القيم واللياقات. ومجد لبنان إن أعطي البطريرك فلأنه مؤتمن أمين على صون هذا المجد لكل اللبنانيين.
واعتبر كرم أن زيارة البطريرك للشوف كانت شرارة الحرية وهي أشعلت ثورة الأرز فقام لبنان. وتعليقا على الحملة التي طاولت العلامة السيد محمد